لجأ الملحن المصري محمد وزيري للقضاء المصري وتحديدا في محكمة الأسرة لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء وهبي، حيث يزعم في الدعوى أنها زوجته، وذلك بعد أسابيع قليلة من رفع هيفاء وهبي دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها. مدير أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزيري فاجأ الجمهور بإعلانه زواجه السري من هيفاء وهبي، بالرغم من أنه نفى على مدار السنوات الماضية وجود أي علاقة عاطفية بينهما رغم صورهما الرومانسية المتكررة، كما نفت هي أيضا وجود أي علاقة بينهما بعيدا عن كونه مدير أعمالها المخلص الذي لم يكن يفارقها أبدا. وتوترت العلاقة بين الثنائي بشكل مفاجئ، وأغلق محمد وزيري حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان دائم التغزل فيها على تويتر، وكانت هي ترد عليه بعبارات رومانسية كذلك. ومن المفترض أن تعقد أول جلسة في قضية إثبات زواج هيفاء محمد وهبي الشهيرة بهيفاء وهبي من محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بمحمد وزيري في 2 من شهر يونيو المقبل، أي بعد أقل من 10 أيام، في محكمة الأسرة المصرية، فيما أنه قام برفع الدعوى رسميا قبل أسبوع تقريبا، ولكنه لم يعلن حتى الآن تاريخ زواجهما. وكانت هيفاء وهبي قد طالبت محمد وزيري بإعادة مبلغ 63 مليون جنيه مصري لها، وهو ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي تقريبا، متهمة إياه بتحصيلها باسمها من المنتجين ومتعهدي الحفلات نظرا لعملها توكيل له ورفضه رد المبلغ. وللذكر فإنه في حال ثبت زواج هيفاء وهبي ومحمد وزيري بحكم المحكمة سيكون هذا هو الزواج الثالث لهيفاء وهبي، حيث تزوجت في مراهقتها من والد ابنتها الوحيدة زينب فياض، والثانية من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هاشمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.